حنا ناسين تدخل علينا الماء، لقينا راسنا في الماء. شفتي الحوايج كلشي خرجناهم، حتى حاجه ما بقات ناشفه، كلشي لا لا حوايج لا اوراق لا فلوس لا العطريه اللي مقدين الرمضان، كلشي حتى حاجه ما بقات، كلشي مشى. غير الحوايج اللي هبطوا لي الناس باش عطوني باش بدلت، حتى حاجه ما بقات ناشفه، كلشي في الزق. ودابا حنايا حنا جالسين دابا ما عندنا حتى باش نتغطاو، ما عندنا ما نتفرشوا، ما عندنا والو، حتى حاجه ما كاينه. اول مره غادي يوقع لينا حنا. الله سكننا عام بسكنا هام، دابا بسكنا انا ما عارفينش، مازال حنا غير كارين، والناس اللي ساكنين مساكن هنا حنا كارين. حنا دابا ما غاش نبقاو هنا، غنتحولوا الناس المساكن اللي ساكنين ديما هنايا، عندهم مشكل. واخا حتى حنا تقص حنا من الغالب سيدي ربي، حمدنا ربي وشكرناه. انت كلشي تشوف بعينك، حتى حاجه ما خبيناه. شوف الماء ترى اش وصل، ها وصل لي حتى لهنا، بغيت نخرج ما بقيتش كيفاش نخرج، غير واحد الراجل اللي شد مني طلعني عندهم الفوق في الدروج، بقى شويه غادي يوصل حتى لسميتو. حتى حاجه ما بقات، كنت دخلتي تشوف دابا لا دقيق لا زيت لا اتاي، كلشي كيلعب في الثلاجه، ماكينه الصابون راه تشوفها، كلشي لعبات، كلشي يلعب في الكواش. تقول وحده ها الكواش فين كاين، تقول وحده ناشفه، لا الحوايج لا الوراق لا الفلوس لا كلشي مشى. هو الغالب سيدي ربي، هادشي اللي كنطلبو، كنطلبو من المسؤولين، راه كيشوفو الله يجازيهم بخير، الا بغى يديرو شي حاجه راه كيشوفو. انا ما بغاش، راه ربي كاين، ربي اللي كاين. كيما كتشوف اخويا كنت ناعس، وهذه الخدمه صونات ليها ماده، قالت ليها جي ملي جيت لقيت هذه الكارثه العظمى، ما فهمت والو، الما دخل لي للدار ما بقات عندي واخا غير كاشه باش نتغطى، وما عندي فين نبات. كلشي كتشوف بعينيك ها الحاله كي دايره، بديت دخل الدار دخل تشوف كلشي بعينيك، راه الما واصل البرام الكابي، ما كاين فين نعس وما كاين فين نديباني. واخا هذه الايام كنتمنى من السلطات المحليه تشوف من حالنا، راه لا اله الا الله، ما حتى حاجه ما غطيها بين عينيكم، كلشي باين لكم ها، وما كلشي لا اله الا محمد رسول الله، ما راه كلشي كتشوفوه بعينيكم. هي اصلا كيقول لك اسيدي هي الواد، عرفتي الواد ما كيسمحش في بلاصتو، هي الواد من ليه ودايز فيها الواد وتلاقى مع الواد الكبير ليه. دابا هاد البلان ما عرفت كي داير هاد البلان، حتى داروا ليه البراج على حسب الجمع، ولا سميتو الواد كيجي وكيتحبس هنايا، والناس راه ساكنين في وسط الواد هما عارفينش. دابا قالوا لك ثاني عام، دابا انا اول فعل انا اول عام دابا كنحضر لهاد الشيء، ثاني عام قال لك 2014 وقع لهم كثر من هكا، وراه كلشي يعني نورمالمون وقع هاد الشيء واحد العام راه ما خاصوش يتعود، ولكن ما كاينش مع من الناس ما واقفينش على شغلهم. كنتمناو الناس يرجعوا اوراق ديالهم، راه هذاك الشيء ماشي نورمال، ماشي هو هذاك. خويا انا راه كنت ناعس، انا الوليدات دخل المهز لينا، الوليدات الفوق المراه والدريريين دري صغيور، راه عتقوا لي الجيران دول السبيطار ما عرفت الحاله كي دايره، والمسائل راه كتشوف الحوايج الحاله كي دايره، وحنا كارين هنايا راه مشى لينا كل شيء من ليلتنا، ما عندنا باش تفطروا ما عندنا باش تغطوا، راه الحاله باينه كيفاش الوضعيه كيفاش مواقعه. لا اله الا الله ومحمد رسول الله. هادشي اش مع السبعه، مع السبعه ديال الصباح، مع السبعه ديال الصباح بدا دخل علينا الماء، حنا ما عقناش حتى هز لينا الماء الدراري الفوق، اتينا الدراري وسمحنا في حوايجنا كلشي، راه كلشي مشى لينا، هذيك التقارير ديال الهضريه ديال رمضان وكلشي مشى لينا. لا اله الا الله، وحنا مراد بالسكر ومراد لا اله الا الله، وخمس وليدات من الليله ما كاينش باش تعشى حتى يوم ولا باش تغطى حتى يوم. الله يسلمك. وما طلعوا علينا الحباب، جاوا الحباب الله يخلف عليهم، ولكن ما طلعوا علينا حتى اللي عطى الله عطاه، ما بقاوش، ولكن الحباب راهم اتونا بعد شويه هما اللي خرجوا لنا هاد الحوايج، كنشكرهم الله يجازيهم بخير. اول مره يوقع لكم هادشي؟ اول خطره خويا وقع لي هادشي، حيت انا كاري هنا ما عرفتش هادشي غاش يوقع، اول خطره وقع لنا هادشي. البلاصه هادي جات حاضره شويه، جات بحال هاد البلاصه جات هابطه، وادي هي اصلا واد، اصل ديالو ولا واد هذا، وحنا ما عرفناش فهمتي، حتى المسؤولين الناس اللي مدوزين هنا عاد بدا يعاودوا لنا دابا. بلادي سعاد حتى بدي عاد يعاودوا لنا المسؤولين اللي كاين، عاد يقول لنا ودي راه واد هنا وما كنتوش تسكنوا، قلنا لنا احنا لا كارين. لا اله الا الله، ما عرفناش حتى واش غيوقع، ولا هادشي راه ضعنا احنا من ليلتنا الليله مشردين في الزنقه احنا وحوايجنا، وما عندنا ما ناكلوا وما عندنا ما نشربوا. لا اله الا الله. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.